أكيد ونادي بنها قدر يعمل اللي ما قدرش نادي الزمالك يعمله، لكن عندنا بقى بما إننا نادي بنها ونزلنا درجة ثالثة عندنا تصريح للكابتن رضا عبعال المدير الفني أخيرا لنادي بلدية المحلة، تعالوا نشوفه ونرجع نعقب عليه. النادي الأهلي بيكسب في الدقيقة 97 هو بغض النظر عن الخناقة بتاعت كابتن رضا عبد العال مع الجماهير في أول مباراة، هو طبعا حقق الفوز في المباراة الأخيرة أو المباراة الأولى ليه في آخر الوقت، لكن هو لما بيحب يستشهد بحاجة مهمة في كرة القدم سواء كابتن رضا عبد العال أو غيره دايما بيلاقي الاستشهاد عند النادي الأهلي، بيقول لهم أنتم مستعجلين على إيه وزعلانين ليه، ده النادي الأهلي بيكسب في الدقيقة 96 و97. كابتن رضا عبد العال أعتقد عايز يسير على نهج النادي الأهلي في بلدية المحلة يا فارس. صعب صعب كابتن رضا عبد العال تحديدا يسير على نهج النادي الاهلي، لانه احيانا بيضل طريق النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي وافكار النادي الاهلي ما بيكونش في بعض التصريحات ولكن على مستوى العقليه. ننتقل ل